يلا عماني، مع انه لسه 10% حاس حالي جوا حفله. اليوم بدنا نعمل مراجعه عن اضاءات ال LED RGB الحجم الصغير. شكرا ليو كامل لانهم بعثوا لي 9 انواع من الاضاءات اللي موجوده عندهم، الحجم الصغير، الحجم الكبير، في مليون نوع. وشكرا لهم لانه جميع فيديوهات مراجعه المعدات برعايتهم. خلينا نبلش. هلا قبل ما نبدا، في عندنا نوعين مهمات ننتبه لهم. في عندنا الاشي اللي اسمه الستيك، اللي هو زي هيك عصاي ماسوره زي اللي انا حاطها وراي او زي هذا الضوء، وفي عندنا النوع الثاني اللي هو لوحه بانل. هلا بس في عندنا هذول النوعين، لكن احجامهم ممكن تكون جدا جدا مختلفه وكثير كبيره، وفي ثلاث رموز بتكون موجوده عليهم. خلينا نفهمهم قبل ما نشرح عن هاي الاضاءات. الرمز الاول اللي هو HSL. HSL هي طريقه مشان تحدد اللون اللي بدك اياه يطلع من هذا الضوء. ال HSL بترمز لثلاث اشياء: ال H اللي هو الهيو، مقصود فيها اللون، انت بدك احمر، ازرق، اخضر الى اخره. الساتوريشن معناها الاشباع اللون، انت بدك اياه يكون احمر جدا جدا مشبع، او باللغه العربيه بنسميه احمر قاني، او بدك اياه يكون تعبان او ميت، اللي هو اقرب للون السكني، يعني ما فيه روح، ما فيه لون. اللومينانس المقصود فيها سطوع هذا اللون، فانت بدك اياه يكون احمر فاتح قريب للزهري، ولا بدك اياه يكون غامق تقريبا خمري. وهذا الرمز يستخدم كمان في برنامج ادوبي فوتوشوب اذا بدك تحدد درجه لون بدك ترسم فيه مثلا، او بدك تستخدمه على لاير. هلا بدنا ننتبه لملاحظه بسيطه، انه الاشباع، الساتوريشن واللومينانس درجاتهم من 0 ل 100، يعني 50% اللي هو النص مثلا، او 99% او 100%. لكن الهيو بيستخدم من 0 ل 360 درجه، اللي هي عجله الالوان. فانت لانك بتتعامل مع دائره، فمن 0 ل 360 انت عم تتحرك على عجله الالوان. الصفر اللي هو اللون الاحمر نقطه البدايه، ومنه بتمشي على عجله الالوان. الرمز الثاني اللي بدنا ننتبه له الموجود على الاضاءات اللي هو CCT، مقصود فيه color temperature، درجه حراره الضوء. شرحت عنها في فيديو سابق، لكن خليني احكي عنها بسرعه هلا. اللي هو اي ضوء انت موجود عندك ابيض في له درجه حراره، اللي هو مرات بيكون دافي او بارد. فالسي سي تي انت بتتحكم من اللون الابيض بدك يطلع من هذا الضوء، بدك اياه يكون بارد ولا دافي، وهي درجته تقاس بالكلفن زي درجه الحراره العاديه. فاللون الابيض النقي ما فيه دافي او بارد بيكون 5600 كلفن تقريبا. فمثلا هذا الضوء اللي علي هلا 5600 كلفن درجه حرارته، اللي هو ابيض لا دافي ولا بارد. فانا هلا بقدر ابرده مثلا، اخليه بارد شوي، يعني تقريبا احنا بنحكي هون عن قد ايه، 8500 كلفن، او العكس اني ادفيه كثير، اللي هي تقريبا اتوقع 2500 كلفن. فتحرفيا هون عم تحكي درجه حراره الضوء اللي هو دافي او بارد، هذا هو المقصود فيه السي سي تي. واخر رمز اللي هو اف اكس، المقصود فيه افكتس او المؤثرات. فانا مثلا عندي هذا الضوء بقدر استخدمه زي مثلا يضوي علي كانه في سياره شرطه موجوده. وفي خيارات كثير، مثلا منها اللي هو مثلا اذا بدي اضوي نار هيك احطه قدامي مثلا، وراح تلاحظوا انه الاضاءه بتخف وبتزيد زي كانه نار حقيقيه، فهذا تاثير بصري ممكن نستخدمه افكت، بفيدنا كمصورين فيديو اكثر شيء. هلا في رمز اخير بدنا ننتبه له، انه مرات بيكون موجود اللي هو ال RGB ريد جرين بلو، وهي انت بتستخدمه مشان تحدد درجه اللون كمان زيه زي ال HSL، ما يعني طريقه ثانيه انت حر ممكن تستخدمها. فالريد جرين بلو، فانت لما تدمجهم بنسب معينه بيعطيك الوان مختلفه. هلا اخر شغله بدنا ننتبه لها، انه في بعض هاي الاضاءات الصغيره بيجي منها وفيها مغناطيس بتقدر تثبته انت على اي حديد او ستاند، خلص بيثبت، وبصراحه مرات مفيد بدل ما يغلبك تستخدم ماجيك ارم او كلامب تثبته باي مكان انت بدك اياه. بكفي شرح عن المصطلحات النظريه هسه، خلينا نروح على كل ضوء لحاله ونشرح كيف ممكن تشغله، لانه صراحه يعني كل ضوء له طريقته الخاصه، له كبساته الخاصه، في شاشه صغيره، شاشه كبيره الى اخره. فبدنا نشرح كيف ممكن تستخدمه، تشغله، تضويه، تغير الافكتات، او تقلب بين الهيو ساتوريشن والى اخره. نبدا اول شيء بال S64 RGB، ضوء رخيص وكثير صغير وجدا جدا بسيط، بستخدم البطاريات حتى تشغله. هو الضوء الوحيد اللي بستخدم بطاريات، البقيه بطارياته منهم فيهم. فانا حاط عليه بطاريتين الايكيا لاد القلم اللي هو الدبل اي، بتشغلها عليه وبتضويها، هي كبسته هون بسيطه جدا، بس تكبسها بشتغل الضوء وبصير جاهز للاستخدام. وواجهه المستخدم جدا جدا بسيطه، حكينا هي كبسه الباور الاون والاوف. في عندك شاشة بعرض عليها رقمين، هون عندك الهيو اللي هو صفر أحمر، وهي الليبل اللي برا بفرجيني درجات الألوان الهيو، يعني في عندك 360 اللي أقل منه مثلا الزهري، البنفسجي، الأزرق وهكذا. فأنا إذا بدي أتحكم فيه، في عندك السهم لليمين ولليسار، فلاحظوا إنه هون بتغير معاي درجة اللون، هي 120 وصلنا الأخضر، بعدها راح أحول على الأزرق وهكذا، بعدها راح أحول على البنفسجي الزهري، وبعدين يرجع للأحمر. هلا إذا بدي أغير قوته أو اللومينانس تاعته، بكبس على حرف الإم بحول على الجهة الثانية، وكمان بغير قوته، فيا برفع على 100% اللومينانس بخليه كثير قوي، او بضعفه حسب اللي انا محتاجه. هلا اذا بدي احول على مود ثاني، بضل كابس على حرف الام اللي هو المود، بحول معي على الافكتات. فعندي افكتات كثيره ممكن احول بينها. هلا على اليمين اللي هو اللومينانس او الانتنسيتي، القوه تاعته، فبقدر انا اقوي الافكت او اضعفه حسب اللومينانس. اذا بدي اغير نفس الافكت بكبس على الام، بحول. في عندي تقريبا 6 افكتات بقدر احول بينهم، رقم 6 اللي هو الاتش اس اي،
الاي المقصود فيها الانتنسيتي نفس الاشي القوة، فهو بيعطيني من كل هيو ضربة. او في عندي هون حسب الساتوريشن انا كمان بغير عندي الساتوريشن تاع اللون، او عندي الار جي بي بيعطيني من كل ضوء هيك فلاش ومضة. هون الالعاب النارية، والاول اللي هو الشرطة اللي هو افكتات بسيطة جدا انا بقدر احول بينه. فانا هون اذا بدي احول على نظام السي سي تي بضل كابس وبتحول معاي للكلفن. هاي طفيت الاضاءات حتى نشوف تاثيرهم 100%. هون انا عندي 2500 كلفن، بقدر اغيرها لحد ما يوصل ل 9000 كلفن، فبتلاحظوا انه الضوء صار كثير بارد. كمان شغله اخيره بدي احكي عنها، هذا الضوء هو الوحيد اللي فيه هوت شو ماونت، يعني بقدر اركبه على الكاميرا من فوق اعمل عليه لوك، وبقدر هيك انا استخدمه فوق الكاميرا مباشره، فيش داعي لماجيك ارم او اي شيء. نشرح هسه عن ضوء الان بي 177 اس، ضوء ار جي بي. هلا الاطار تاعه حديد وانت بتقدر تشحنه تايب سي بطاريته منه فيه، بس واجهه المستخدمه واليوزر اكسبيرينس فيه شوي صعب، فركزوا معي حتى اشرح لكم كيف تستخدموه بالضبط. في البدايه هون في عندك مفتاحين لازم تستخدمهم، فالمفتاح اللي على اليمين اذا ظليت كابس عليه بشغل الضوء. هلا صراحه شوي موضوع معقد، فركزوا معي حتى تعرفوا كيف تستخدموه صح. المفتاح اللي على اليسار بتحكم بالمود، اذا حركته على اليمين اذا كبست على اليمين بغير المود ار جي بي ال اي دي مود 1 اللي هو الافكتات، مود 2 الى اخره. نفس المفتاح اللي على اليمين اذا حركته لليسار بتحكم باللكس او اللوميناسيتي او التمبريتشر او الهيو، فاذا حركته لليسار هاي بغير بين اللكس، اذا رجعت كبست على اليسار كمان مره بغير على الهيو او الكلر تمبريتشر. فانا مثلا اذا بدي احول على الازرق اللي هو الهيو تاعه تقريبا 200، بدي اروح على الار جي بي احول على السي تي مثلا اذا كان على اللكس، بلف العجل لليسار كمان مره برجع على الكلر تمبريتشر، واذا بدنا نتحكم بالكميه بلف العجل على اليمين، فبحرك فيه لحد ما يوصل لحد رقم 200 درجه اللي هو الهيو تاعه بيكون ازرق المفروض. وهي تقريبا وصلنا درجة الأزرق، هذا سيان لسه مش أزرق، فأنا على 200 بنوصل للأزرق 100%. وإذا بدي أغير قوته اللكس تاعته، بنحرك العجل اللي على اليسار زي هيك، بنحول على اللكس أو اللومناسيتي، وكان نفس الشيء بقلل عبين ما يصير مثلا 1% أو 100%. بالنسبة لهذا الضوء ما فيه مغناطيس يحمل أو كذا، لكن هو الإطار تاعه حديد، وغير كل الإضاءات اللي راح نحكي عنها اليوم تشحنها تايب سي، وكمان فيه مدخل البرغي اللي هو الربع إنش اللي هو الستاندرد زي اللي موجود في الكاميرا، بتقدر تركب عليه ماجيك آر، وفي الكرتون بيجي معه كيس وهوت شو ماونت بتقدر تركبه هون وتحطه على الكاميرا تستخدمه زي الضوء اللي حكينا عنه قبل شوي. نحكي هسه عن ضوء الفوت 100 ار جي بي ام 12 سي. بدنا ننتبه انه طريقة التحكم فيه راح تكون عن طريق اربع كبسات هون على اليمين. الكبسة هاي ظليت كابسها بيشتغل معاي الضوء، وفي عندي السيت انا بحدد الاوبشنز والزائد والناقص اللي هي الاشياء اللي انتم عارفينها طبيعي. هذا الضوء بسيط جدا. في الموضوع الاول اللي حكينا عنه اللي هو ال HSB او ال HSL، بس هون حاط اللومينانس او البرايتنس بالنص ومخلي الساتوريشن اخر شيء. فانا مثلا اذا بدي اغير الهيو للاخضر بروح على السيت بحول على الهيو اللي هو ال H الاخضر اللي هو تقريبا 130 درجه، فبنزل عبين ما يوصل ل 130 او سوري تجاوزناها، هاي 130 حولنا على الاخضر. اذا بدي اغير اللومينانس تاع الاخضر بدي اقويه بكبس على السيت كمان مره، هي بيعطيني اشاره الشمس او البرايتنس، فبزيدها او بقللها قد ما بدي. السيت الثاني اللي هو الساتوريشن اللي هو بخفف اشباع اللون زي ما حكينا. المود اللي بعده اللي هو الار جي بي، انت بتتحكم بالريد والجرين والبلو بالدرجات، لكن هون 250 درجه احنا بنحكي، فانت بتقدر تزيد لو 255 تخليه احمر 100%، اللي هو اذا انت بتتعامل مع برنامج الفوتوشوب اكثر اشي او الالستريتر اذا بدك تحدد درجه لون معين. هلا نحكي عن الابيتشر ام سي. انا عملت عن هذا الضوء فيديو كامل بتلاقوه هون بالزاويه، هلا بيطلع نوتيفيكيشن، بس خليني احكي عنه بشكل سريع انه في له مغناطيس، وبالنسبه للتحكم فيه في كبسه اون واوف على الجنب، هي هيك انا بضويها هي اون، وفي عجل بتحرك يمين ويسار وبتكبس على العجل مشان تغير المودز اللي فيه. فانا مثلا هلا بقدر اغير الهيو مثلا من لون احمر لاصفر لاخضر زي ما حكينا، بكبس على العجل مشان يحول على الساتوريشن، وبكبس على العجل كمان مره بيحول على الانتنسيتي، وبقدر اقويه او اضعفه، فانا بدي اخليه كثير ضعيف. هلا اذا بدي اغير المود كامل بظل كابس على العجل وبيعطيني اكثر من مود، ال HSI الانتنسيتي او الهيو ساتوريشن انتنسيتي، الافكتات بلف العجل FX، CFX اشياء ثانيه بنحكي عنها كاستم افكتس انت بتتدرب عليها، البلوتوث لانه هذا الضوء بيشبك زي كل اضاءات الابيتشر بيشبك على تطبيق التليفون، الفيرجن اللي هو ابديت اذا بدك تعمل له ابديت في سيلك تايب سي. فمثلا هون عندنا السي سي تي بقدر اكبس عليها، بقدر اغير درجه الحراره مثلا 3200 كلفن ادفع شيء عليه، وبقدر ابرده لحد ما يوصل لحد 6500، وبقدر اغير الانتنسيتي اذا كبست على العجل مره، وهيك بغير قوته من 0 ل 1% بدرجات 1% 2% وهكذا.
هذا هو كل بساطة الابيتشر ام سي، وفي تطبيق شرحت عنه كيف ممكن تستخدموه على فيديو اليوتيوب. نحكي هسه عن الوي لايت اس 05. هذا ضو لاحظوا انه البادي تاعه لونه مختلف، هيك اصفر فاقع، فيه له اكثر من لون، في السيلفر، في الابيض، في الازرق، لكن ما راح ياثر عليك كثير. احنا بهمنا واجهة المستخدم تاعته كثير سهله، في اربع كبسات وفي شاشه بالنص، تكبس على الباور أبين ما يشتغل معك، هي بيعطيك اللوجو تاع الشركة. هلأ أول مود، في أكثر من مود، المود الأول اللي هو الـ RGB اللي حكينا عنه، بس هنا في شغلتين زيادة، عندك الـ Y اللي هو اليلو والـ W اللي هو الـ White. فأنا إذا بدي إشي أصفر بكبس على الـ M أبين ما يوصل لليلو، وبزيد درجة الأصفر أبين ما يعطيني هذا اللون. بدي أضيف لون أحمر مثلا عليه بزيده، وهكذا. هلأ المود اللي بعده بضل كابس على حرف الـ M بحول. في عندك الـ RSC، أظن هاي إفكتات أو في نظام كلر ما بعرف أنا عنه صراحة، بس إنه بتقدر تغير منه. في عنا فلاتر اللي هي بتيجي بألوان مختلفة مثلا، في لهم أكثر من درجة ولون. وبكبس الام كمان مرة مشان أحدد الانتنسيتي، هاي حرف الاي فوقيها. إذا ظليت كابس على الام راح يحول على مود الإفكتات، مثلا زي هون ألعاب نارية أو إشي، أو هاي النار أتوقع أو الشمعة، الاس او اس اللي هو إشارة النجدة، الشمعة اللي هون، النار، وهكذا. في أكثر من إفكت موجود فيها. إذا بضل كابس على الام راح يحول بعديها على السي سي تي اللي هو الكلر تمبريتشر. في بس شغل زيادة هون موجودة بالكلر تمبريتشر غير عن الإضاءات البقية، اللي هو في عندك الكلر تمبريتشر بالكلفن، وفي بعديها رقم صغير اللي هو عادة بنسميه التنت، اللي هو درجة اللون المجنتا أو الأخضر بالضوء. فمشان يبين تأثير هاي العشر درجات بالضبط أو التنت شو هي، أنا طفيت الكي لايت بالضوء الأحمر اللي كان موجود هون. فلاحظوا هلأ إذا بدي أعمل تنت زيادة عشر درجات اللي هو بضيف لون أخضر، لاحظوا إنه قلب على شوية أخضر. وإذا عملت العكس اللي هو أنا ضفت 10 درجات بالعكس اللي هو المجنتا اللون الزهري، فلاحظوا إنه شوي قلب على مجنتا. هاي هي فكرة الرقم الزيادة اللي جنب الكلفن. وإذا ظليت كابس على المود بيعطيني الـ HSI اللي هو الـ Hue Saturation و Intensity. بهاي الحالة بقدر أنا إذا بدي لون أحمر بالضبط زي هلا اللي أنا معطيني هون أحمر، بحول على Hue، والHue إحنا اتفقنا تاع الأحمر اللي هو الصفر، فبس احول على الصفر راح يعطيني ضوء احمر 100%. هلا نحكي عن الوي لايت K21. هو عباره عن تيوب ستيك، لاحظوا انه بيجي هون بالطول، لكن نفس نظام الوي لايت البانل اللي حكينا عنها قبل شوي. اذا تظل كابس على كبسه الباور بيشتغل معك، وموجود نفس النظام اللي فيه. في عندك السي سي تي، اذا بكبس على الست بغير معي على الاتش اس ال، لوميناسيتي هون صارت، عن الار جي بي، دبليو، الوايت واليلو، والسين اللي هو الإفكتات اللي حكينا. بس هنا في إشي زيادة، إنه أنت بتقدر تتحكم بالسبيد والإنتنسيتي. وبس نكبس كمان مرة هون برجع معانا على نظام السي سي تي الكالر تيمبريتشر، فما راح أشرح عنه كثير، بس إنه هذا التيوب بيجي معاه المغناطيس على الجنب حتى تقدر تلزقه، وبيجي معاه شنطة. وكل الإضاءات اللي شرحنا عنها اليوم مدخلها تايب سي حتى تريح حالك من هذا الموضوع. نحكي هسا عن النان لايت بافو تيوب 26C. هذا الضوء في كثير من طلابي بيعرفوه، قعدنا نرسم فيه اللايت بينتنج بحصة الشتر، فمعظمكم بيعرفه. الموضوع فيه كمان نفس الشيء، مغناطيس السيت اب تاعه، بضل كابس على كبسة الباور هنا بشتغل معي بيعطيني اللوجو، في نظام سي سي تي، بكبس كمان مرة الـ HSI اللي هيو ساتوريشن انتنسيتي، بكبس كمان مرة في عنا افكتات الويلدنج اللي هو للحام، اظن هيو لوب انه بيقلب بين الهيوز الى اخره، فحلو انك تكتشف الافكتات. بكبس كمان مرة هون بيعطيني تشانل إذا بدي أشبكه على تطبيق التليفون، بكبس كمان مرة بيرجعني على الكالر تمبريتشر على السي سي تي. نحكي هسا عن يونغنيو YN360. هلا هاي RGB ستيك اللي هي الأطول هلا من كل الإضاءات اللي حكينا عنها اليوم، بس فكرتها إنه بطاريتها مش منها وفيها، بتستخدم بطاريات السوني الـ NPF. أنا عندي هاي البطارية السوني، فبقدر أفك البطارية إني أكبس هاي الكبسة على الجنب وأسحب البطارية زي هيك، او اني اركبها. فهاي انت لازم تشتريها لحالها وتكون عندك بطارية الـ NPF، بس اظن اللي بيصوروا الفيديو الا ما يكون عنده هاي البطاريات. بالنسبة لطريقة تشغيله شوي مختلفة عن الاضاءات اللي حكينا عنها قبل شوي. هلا انت كبسة الباور بتكبس عليها بشتغل، هي يشتغل بايدي. بس الكبسات الاربعة اللي هون طريقتها مختلفة شوي، فركزوا معي. البات الكبسة اللي هون اللي هي البطارية باتري، فعندك درجات بي من 1 لـ 9، 9 يعني فل، 8 اللي هو 80%، 70% وهكذا، P1 يعني قرب يفضى، بدك تتأكد انه ينشحن او البطارية قربت تفضى. RGB اللي هو زي ما حكينا المود RGB Lights، فبتكبس عليه هون بتحول للون الأحمر هاي الكبسة، فمعناته أنا بتحكم بدرجة الأحمر، فأنا بتحكم فيها من 0 لـ 100%، مش 255 درجة، نحكي عن 100 درجة. إذا بدي أحول على الجرين بكبس كمان مرة بيعطيني الجرين، فبتحكم بدرجته لحاله،
بكبس كمان مرة بحول على البلو. هلا الفاين والكورس اللي هو طريقة التحكم بالدايل، بدك اياه يمشي درجة درجة، مثلا الفاين اللي هو 84 85 وهكذا. اذا حولت على اللي بعدها بصير يتحكم بعشر درجات مع بعض، انه هو 77 67 57 وهكذا. فهذا الخيار بسمح لك تغير الاعدادات بشكل سريع او بطيء، هاي هي فكرته. هلا 3200 كلفن و 5500 كلفن، هاي شوي الموضوع يمكن يختلط عليكم. هلا نفس الضوء فيه سبوتات LED درجة حرارتها 5500 كلفن، وفي جزء منها 3200 كلفن، وهون بسمح لك انه تتحكم بكل واحد فيهم لحاله. فانا لما اشغله واكبس هون على 5500 بحكي له انه 5500 كلفن اللي هو درجة حرارته الطبيعي اللي هو الداي لايت بدي اياه فول باور، اما 3200 اذا انا ما بدي يكون الضوء دافي خلاص بخليها صفر، فهيك بيعطيني الضوء 100% ابيض مش دافي ولا بارد، لكن بيكون ضعيف شوي. فانت اذا بتقوي 3200 LEDs هيك بقوى الضوء معك لكن بصير ادفى. اذا بدك تدفيه اكثر واكثر نفس الضوء بيجي عليه هذا الكفر الفلتر الاورنج هذا اللي هون مغناطيسي، بكل سهولة بتقدر تفكه تلف الضوء وبكل سهولة بتركب على الكفر من قدام بصير جاهز للاستخدام، فبضب الضوء هيك بيكون عندي انا دافي وعليه فلتر جاهز للاستخدام. نيجي على اخر شيء، هاي الـ RGB stick، هاي ما لها براند يعني هي ارخص سعر بكل الاضاءات اللي حكينا عنها قبل شوي. فكرتها انه ستيك كثير طويله وما فيش لها يوزر انترفيس، فيش لها اسماء يعني، بس انت بدك تجرب لحتى تحفظهم. فانا بعطيك على السريع كيف ممكن تستخدمه. تكبس الكبسه بالنص بضوي معك، بتضل كابس عليه بيشتغل معك، بيعطيك الويلكم. الكبسه اللي على اليسار فوق هي اللي بتحول بالمودز، هي انا بحول هون مثلا على الافكتات، بحاول على بعدها على الار جي بي، فهون بيعطيني الكلفن اللي هي نفس الوايت بالانس اللي على الكاميرا اللي هو البلب مثلا، هون الفلوريسنت اللي بيكون فيه شويه اخضر، هون الشمس اللي هو الدايلايت الطبيعي. هلا اذا بدي احول على الكبسه اللي بعدها بكبس هاي الكبسه اللي على اليمين وبروح بضاعف قوته او بزيدها حسب ما بدي. فانا هون بقدر اقويه اللي هو هون 5500 كلفن المفروض، بكبس ست كمان مره مشان احول بالمودز اللي فوق. هلا بنرجع بنحول على المود اللي بعده هون بالكلفن مش بالست ابس اللي قبل، البريسيتس اللي قبل. فانا هون بقدر ابرده مثلا طلع هون 6000 كلفن، او بقدر ادفيه لحد ما يوصل، خلينا نشوف قد ايه بوصل معانا، لحد 3000 كلفن. واذا بدي اتحكم بالانتنسيتي بكبس على الكبسه اللي على اليمين وبقدر اقللها او ازيدها زي ما بدي. هاي هي فكره هذا الضوء، بسيط جدا فيش فيه تعقيدات، بنشحن تايب سي كمان على الجنب، موضوع بسيط جدا ورخيص، هاي هي فكرته. المفروض انه فيديو اليوم خلص، لكن ظل عندي منتجين ار جي بي لا بانل ولا ستيك، هم مسميهم بلب لمبه، اللي هو زي ما انت شايف لها السوكت تتركب محل اللمبه العاديه اللي عندك في البيت. شو هدفها يا ليو؟ اكيد انت ما راح تجيب لمبه غاليه بهذا السعر حتى تحطها عندك في البيت، هاي لصناع الافلام اكثر إشي، مشان تتحكم بالالوان اللي بدك اياها، لانه انت بتقدر تقلبها ار جي بي بالكامل لاي لون انت بدك اياه وتحطها مكان اللمبه العاديه اللي عندك بالست. بهاي الحاله بسموها براكتيكال لايت، فانت بتقدر تتحكم فيها عن بعد، تختار الالوان اللي بدك اياها، بتعطيك ليميتس وافكتات اكثر بكثير من اللمبه العاديه، يعني بيظل فيها افكتات وار جي بي لايتس. فما راح اشرح عنهم كثير، لكن لهم فيديو هيك بالكامل مخصص لهم الاثنين، لانه بيجوا بشنطه كامله كت، يعني اللال لايت بتيجي شنطته اربع لمبات او 12 مع اكسسوارات، والابتشر بتيجي شنطتها 9 لمبات بس ما في اكسسوارات، الشنطه نفسها بيجي شاحنها ومنها فيها لللمبات. فراح نشرح عنهم فيديو قادم. إذا عندكم أي أسئلة أو معدات حابين نشرح عنها بالفيديوهات القادمة بتقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك أو إنستغرام @leo.hamati. يعطيكم العافية حبايبي.